بحضوري سعادتي السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، افتتحت اليوم أعماله منتدى خليج البحرين تحت عنوان الأمن الإقليمي وفرص العمل. وينظم هذا المنتدى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، ويناقش على مدى يومين أهم مستجدات الأوضاع الاقتصادية في المنطقة. شخصيات سياسية واقتصادية إلى جانب نخبة من باحثين وأكاديميين من كل القارات جاءوا، ومن 11 دولة تحديدا، إيمانا منهم بأهمية أن يستقر الوضع الاقتصادي ويمكن بشكل يقضي على تذبذبه. وقبيل مأدبة عشاء حفل افتتاح منتدى خليج البحرين، كان لسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة كلمة أوضح من خلالها سياسة البحرين الاقتصادية في مواجهة التحديات الناتجة عن تدهور أسعار النفط. والقصد من الحوار اللي عقد اليوم هو في ظل التقلبات اللي تمر فيها المنطقة، سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الاقتصادية بسبب الرئيسي اللي هو هبوط أسعار النفط، كيف يرون الصورة المستقبلية للاستثمار. قدمنا لهم عرض ونقاش عن شنو الوسائل اللي قاعدة تاخذها مملكة البحرين وحكومة مملكة البحرين لمعادلة الميزانية لتحسين دخولات الدولة وفي نفس الوقت المحافظة على الاستثمار ونمو الاقتصاد. وعلى مدى يومين يناقش منتدى خليج البحرين مجموعة من القضايا الجيو اقتصادية، ومن المؤمل أن تتناول جلساته مجموعة من التصورات حول مستقبل الاقتصاد العالمي، إلى جانب التركيز على وضع الفرص الاقتصادية في ظل المخاطر السياسية التي تواجه الشرق الأوسط. التركيز هو على التحديات الآن اللي تواجه المنطقة، والنظر في الفرص الاستثمارية. وإحنا نشوف أن طبعا منطقة الخليج فيها فرص استثمارية ممتازة لحجم السوق، للنمو اللي نشوفه في المنطقة. والبحرين يعني طبعا في خلال النمو اللي نشوفه العام اللي فات، ومن خلال الاستثمارات اللي نقدمها او اللي نقيمها بتقريبا 30 مليار، تقدم فرص ممتازه. منتدى خليج البحرين يركز على الامن الاقليمي وفرص العمل المتاحه في المنطقه. العالم من حولنا عندما يفكر في الشرق الاوسط دائما ما يفكر في المشكلات الامنيه التي تمر بها المنطقه، لكننا هنا لتغيير هذه النظره عبر تسليط الضوء على فرص العمل المميزة في الشرق الأوسط وبشكل خاص في دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين. منتدى هو الأول من نوعه أعده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية برعاية من مجلس التنمية الاقتصادية، ليكون منصة عالمية تسلط الضوء على ما يستجد في المنطقة من تقلبات اقتصادية وبحثها، وذلك من أجل تحقيق المزيد من فرص النمو والازدهار الاقتصادي. بسام البدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.